السلام عليكم. أنا أكلمكم على حاجة اسمها thinking mechanisms، آليات التفكير. تخيلوا كده معايا فيها، هسألكم سؤال، هو مين اللي شهر القرد؟ تخيلوا اللي احنا عندنا جبنا 1,000,000 قرد، تمام؟ ودينا لكل قرد منهم 100 جنيه، ودخلناهم كده في دورة مع بعض، دورة رهانات، وقلنا لهم يا جماعة، يا قرود، جماعة القرود، اختاروا بعد إذنكم يا نعم يا لأ في توقعاتكم لدورة البورصة اللي جاية. 50% منهم ما كسبوش الرهان، فال 50% ايه؟ روح. والقرود اللي هي ال 50% اللي كسبوا خدوا الفلوس. بعد كده دخلناهم في دورة تانية ودورة تالتة ودورة رابعة، عمالين في ناس بتكسب وفي ناس بتخسر وبيروح، لحد ما اتبقى في الآخر القرد الأخير اللي كسب الفلوس كلها، كسب كل الرهانات كلها، بقى معاه 100,000,000 جنيه. تمام؟ مالتي مليونير، قرد مالتي مليونير. تخيلوا كده احنا شعورنا تجاه القرد ده ايه؟ وشعور الميديا تجاه القرد ده، او التفاعل ما بين الميديا وما بين المجتمع وما بين القرد. طبعا ده اغنى قرد في الدنيا، هنبتدي نعمل معاه احاديث صحفيه، هنبتدي ندرس بقى حالته الاجتماعيه، هو نشا ازاي وابوه وامه ربوه ازاي، ازاي اختيار الاختيارات دي. ويبتدي بقى القرد ده كمان من كتر شهرته يبتدي يعمل بقى فيديوهات على اليوتيوب ويطلع على الميديا، ويبتدي يألف حتى كتاب رحلتي في الكفاح من الموز للتفاح، ويبتدي الناس تسمع بقى ايه للقرد ده وتنصت ليه وتدرس الحاله بتاعته، اللي هو ازاي بقى مليونير كده. بس هو في الاول وفي الاخر هو قرد، هو اختار الاختيارات دي، هي جت معاه كده. ودي حاجه بنسميها الاوتكم بايس، اللي هو الاختيار، وازاي الاختيار ده بيخلينا نتجه اتجاه الله اعلم الاتجاه ده كان صح او غلط. انت مجرد اخترت اختيارات، والاختيارات دي بشكل او باخر وصلتك للليفل اللي انت فيه. وده احنا بنبص لناس كتير جدا عندنا في المجتمع هم نجحوا، احنا ما بنقولش ان هم يعني بيعملوا زي القرود، بس يعني هم نجحوا لظروف خاصه بيهم، فمش شرط اللي احنا نكرر التجارب دي علينا احنا كاشخاص. ولازم نتجنب طريقه التفكير الخاطئه دي. زي مثلا عندكم هنا اغلب الشباب اللي حاضرين الجمال دول طلبه جامعه، طلبه مدرسه وطلبه جامعه. انت دلوقتي عايز تذاكر، تمام، عشان تحضر الامتحان بتاعك، عندك طول السنه عمال بتلعب فيها، وتيجي في اخر شهر عايز بقى تبتدي ترتب وتعمل جدول، وحاسب الجدول ده بقى بالفيمتو ثانيه، انا هصحى الصبح الساعه 6 الصبح اذاكر الماده دي، واخد بريك 3 دقائق وما اعرفش ايه، بتبتدي عامل جدول كده هو شكله منطقي وحاطط فيه راسس فيه كل حاجه. وبعد كده انت ما صحيتش الساعه 6 الصبح، صحيت في نص اليوم، الجدول كله ضرب، الشهر كله ضرب، تلاقي نفسك في اخر الوقت قبل الامتحان بيومين محتاج ان انت تذاكر الماده كلها وتكربسها كلها في بعضها. ليه؟ لان ده ناتج عن مشكله كبيره جدا في التفكير، وهي التسويف. وهكذا في عده مشاكل احنا للاسف بنقع فيها كافراد للمنطق بتاعنا، المنطق بتاعنا فيه مشاكل، وبناء عليه احنا محتاجين نعيد التفكير بشكل منطقي اكتر، بشكل تنظيمي اكتر. مهم جدا ان احنا نفكر افكار ابداعيه اوت اوف ذا بوكس، بس هو ايه اللي جوه البوكس ده محتاجين احنا نعرفه، تمام؟ وده اللي انا هحاول اطرحه عليكم النهارده، اللي هو من تجارب كتير جدا ومن قرايات كتير خلال العشر سنين اللي فاتوا او ال 15 سنه اللي فاتوا. يعني ربنا وفقني ان انا كمان لظروفي انا الخاصه قدرت اجتهد، وقدرت ان انا اسافر دول كتير واجمع من كل دوله انا بسافرها اجمع منها معلومه، او اقابل فيها حد مهم، او اقابل فيها حد عنده فكر وعنده مبادئ، وابتدي اتعلم منه. من المبادئ دي كلها ومن القرايات دي كلها توصلت الموديل بسميه ناعومي موديل، ده ثينكينج ميكانيزم، هو اختصار لست حاجات: النيدز، الان، الايم او الايمز الاهداف، الاوبجكتيفز الاهداف المرحليه، الميثودولوجيز اللي انا ازاي هنفذ الاهداف المرحليه دي، والامبلمنتيشن والاكشن بلان والايفالويشن. خليني اقول لكم بالظبط الست حاجات دول لو احنا هنعملهم ازاي. اول حاجه النيدز، كل شخص مننا ليه احتياجات، الاحتياجات دي محتاج انت تحددها كويس، ومحتاج ان انت تفكر فيها بشكل كويس. انت عندك احتياجات شخصيه، انت عايز تاكل تشرب وتنام وتصحى وتلعب رياضه، احتياجات جسمانيه، وعندك احتياجات للامان، محتاج تقبض فلوس، محتاج، وعندك احتياجات عائليه، ان انت يبقى عندك اصدقاء، عندك عيله، الناس بتحبهم والناس بيحبوك،
احتياج للتحقيق الذاتي اللي انت تثق في نفسك وكمان الناس والمجتمع يقدروك. فلازم انا احدد الاحتياجات دي بشكل واضح وبشكل صريح. تمام؟ ده اول حاجة. لو انا حددت الاحتياجات دي ابتدي اتحرك للمرحلة اللي بعدها. اللي هي مرحلة تحديد الهدف. انا دلوقتي الاحتياجات اللي عندي كتير دي كلها انا ازاي هتحرك في اتجاه علشان يلبي كل الاحتياجات دي. هو ده هدفك في الحياة. تمام؟ او مش هدف، ممكن ما يبقاش على مستوى بعيد بس ممكن على المستوى القريب. في خلال كام سنة اللي جايين دول، خلال 4-5 سنين انت محتاج توصل للهدف ده علشان تلبي الاحتياجات دي. كل واحد مننا ليه احتياجاته وليه رغباته وليه افكاره وليه احلامه وليه طموحاته. ما ينفعش اعمل كوبي اند بيست من تجربة بتاع شخص تاني. وبناء عليه انا محتاج احدد الهدف ده. طب احدده ازاي؟ في موديل لطيف جدا ياباني اسمه ايكي جاي موديل، اللي انا ازاي بجمع ما بين عدة عناصر فيا انا كشخص علشان احطهم مع بعض وارتبهم بترتيب يبدو منطقي بالنسبة لي، يبقى هو ده الهدف اللي انا هتحرك فيه في حياتي. الايكي جاي بوينت دي او نقطة التواصل ما بين 4 حاجات. اول حاجة الميشن، ايه انت النيدز اللي عندك وايه النيدز بتاعت المجتمع المحيط بيك. انتوا هنا عندكم في المدرسة عندكم مجتمع محيط بيكم من الاهالي من الكوميونيتيز من ايا كان انت جاي منين، بس الناس دي عندها نيدز عندها احتياجات، او الناس فيكم اللي بتشارك في اعمال تطوعية او اعمال خيرية بتشوف النيدز بتاعت المجتمع اللي حوالين منهم شكلها عامل ازاي، وبناء عليه دي الميشن بتاعتك اللي انت هتشتغل عليه او اللي انت عايز تحل المشكلة دي بتاعت الناس دي. تاني حاجة عندنا ايه هي الباشن بتاعتك، ايه هي الحاجة اللي بتحبها. لو اتيحت ليك كل الفرص والوسائل والفلوس وكل حاجة في الدنيا، ايه هي الحاجة اللي هتعملها لو كل حاجة متاحة بالنسبة لك؟ دي اكتر حاجة انت بتحبها. تالت حاجة ايه هو البروفيشن بتاعك، انت متخصص في ايه او حابب تتخصص في ايه بالنسبة للطلبة، ايه هو المجال بتاع العمل بتاعك اللي انت عايز تشتغل فيه. واخر حاجة البوكيشن، ايه هي المهارة اللي موجودة عندك وايه هي المواهب اللي موجودة عندك. ازاي ادمج انا ال4 حاجات دول مع بعض واوصل ما بينهم بجملة واحدة بتعبر عن الهدف بتاعي اللي بتجمع ما بين ال4 اركان دول. بالشكل ده انا بقى عندي هدف. لو انا ما عنديش هدف مش عارف انا هاخد انهي وسيلة. انت جاي انت عشان تحضر هنا الايفنت، انت عارف اللي انت رايح المدرسة في الميعاد الفلاني في الوقت الفلاني، وبناء عليه انت خدت وسيلة مواصلات، لكن ما بتنزلش من الشارع تركب اي حاجة وانت رايح في اي حتة. هو ده للأسف اللي احنا الدنيا بتودينا فيه. انت كل واحد مننا هو طلع في اسرة معينة، طلع في مجال تعليمي معين، طلع في انفايرومنت بشكل او باخر، وابتدى يمشي مع الناس حسب ما هما يمشوا. لكن مهم جدا اللي انا يبقى عندي هدف وبمشي في اتجاه انا محدده. الاهداف دي بتتغير مش ثابتة. انا من 10 سنين غير انا دلوقتي، غير من 2 سنين، غير من 5 سنين، كل شوية الاهداف دي بتتطور وبتتغير. بس على الاقل انا كنت ماشي، عن نفسي شخصيا كنت ماشي في اتجاه. وده دي نصيحة انا بنصح بيها اي حد، اللي هو انت اتحرك في اتجاه انت عارفه انت رايح فين. صح بقى او غلط ده هيبان معاك بقى من الوقت. تمام؟ مهم جدا ان انت ما تقعدش فترة طويلة جدا تقعد تخطط، لا اتحرك وجرب الهدف بتاعك ده وتحرك في الخطوات بتاعته وشوف هينتج عنها ايه. بعد كده طيب انا عندي الهدف الكبير بتاعي دلوقتي بالنسبة للاولاد بالنسبة للطلبة، انا دلوقتي عايز اخش الكلية الفلانية، اطلع مهندس، عايز اطلع دكتور، اطلع محاسب، اطلع مدرس، اطلع محامي، ايا كان الهدف اللي موجود عندي. طب انا ايه الخطوات، ايه الستبس اللي انا محتاج اخدها علشان اوصل للهدف ده؟ خطوات متقسمة على المرحلة الزمنية اللي انا عايز اوصل بيها للهدف ده. تمام؟ انت عايز تطلع الدور العاشر، مش هتنط من الاول، مش في يوم وليله هتبقى مليونير الا بقى مثلا عملت عمليه اجراميه وما اعرفش ايه. تمام؟ بشكل او باخر بقيت مليونير في يوم وليله، تاجرت في البودره، تاجرت باي حاجه، انت حر. تمام؟ لكن انت عايز توصل لهدف معين، والهدف ده عمره ما هيجي لك في يوم وليله، مش هتنط للدور العاشر مره واحده، لا انت بتطلع الدور الاول في الثاني في الثالث في الرابع. هي دي الاوبجكتيفز، هي دي الاهداف المرحليه اللي انت محتاج تقسمها في حياتك علشان توصل للهدف اللي انت حددته ده. الاوبجكتيفز دي محتاجة تكون سمارت اوبجكتيفز. السمارت دي اختصار ل5 كلمات سبيسيفيك، تبقى محددة. مهم جدا ان انا اي هدف او اي تاسك انا حاملها تبقى محددة. ارفع عليك سماعة التليفون واحد صاحبك مثلا ما شفتوش بقاله 5 سنين، ازيك يا محمد عامل ايه اخبارك ايه، والله انا كويس الحمد لله، احنا عم بقالنا 5 سنين ما تقابلناش، ما تيجي نتقابل، انت وراك ايه يوم السبت؟
والله انا يوم السبت رايح عند خالتي. طب انت وراك ايه يوم الحد؟ انا يوم الحد والله انا عندي محاضره ما اعرفش ايه فمش. طب يوم الاثنين؟ انا يوم الاثنين والله انا مسافر اسبوع رايح الغردقه وراجع بعدها. والله ده كده الاسبوع ضرب مننا. بس ان شاء الله هنتقابل. لا هنتقابل ان شاء الله. بس انت يلا مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه مع السلامه. وبعد كده انت ايه 5 سنين تانية عشان تتكلموا نفس المكالمه دي تاني. فانت ما حددتش حاجه معاه، انت ما حددتش معاه يوم، ما حددتش معاه ميعاد، ما حددتش معاه مكان هتتقابلوا فيه، وبناء عليه الخروجه ضربت وصاحبك ده انت هتشوفه كمان 5 سنين. تمام؟ فبناء عليه مهم جدا ان انا ابقى محدد. تمام؟ والهدف اللي انا بفكر فيه ده او اللي انا بخطط له يبقى ليه معيار للقياس، مده زمنيه معينه، وقت معين، مسافه معينه، حاجه انا اقدر اقيسها، انا احدد الهدف ده كله. انا هدرس الكورس ده اللي هو عباره عن 12 ماده، حاجه كده اقدر اقيسها، امسكها في ايدي واعرفها، وبناء عليه انا كل ما باخد خطوه ببقى عارف انا وصلت لحد فين، وتبقى اتينبل اللي انا قابله للتحقيق، مش حاجه كده اعجاز علمي. انا دلوقتي مش هبقى رائد فضاء، انا عايز بعد 4 سنين ابقى رائد فضاء. دلوقتي كل حاجه متاحه تقدر توصل لها، بس يعني حاجة واقعية بالنسبة لظروفك انت. انت بتحب محمد صلاح وممكن يبقى رول موديل بالنسبة لك، بس انت مش هتلعب كورة لان انت ما بتلعبش كورة. تمام؟ فحاجة تبقى قابلة للتحقيق في وسط ظروفك وفي امكانياتك، وتبقى رياليستيك برضو. انت دلوقتي بتدرس فين، بتعمل ايه، بتشتغل فين، اهلك شكلهم عاملين ازاي، الكوميونيتي بتاعك شكله عامل ازاي، البلد اللي انت موجود فيها. عايز حاجه تبقى واقعيه، حاجه هتطلع هتشتغل مع الناس دي، حاجه مش خارج الاطار ده كله، وبناء عليه لازم تبقى فيري رياليستك، وتبقى تايم بيست مبنيه على الوقت، ليها وقت محدد هبتدي بيه التاسك دي ووقت محدد هنتهي فيه التاسك دي. ما سيبش الدنيا عايمه، ودي اشكاليه احنا كلنا بنقع فيها، بنسيب الامور عايمه، بنسيب المواعيد عايمه، بنسيب كل حاجه عايمه، فنيجي بنقعد اقف في الاخر عندك اهداف وعندك افكار وعندك طموحات كتير بس ما حققتش منها حاجه، لان ما فيش اي حاجه منها مرتبطه بوقت محدد وانت اشتغلت فيها في وقت محدد ونفذها. تمام؟ طيب انا دلوقتي حددت الاهداف المرحليه بتاعتي دي، حددت الستيبس بتاعتي دي، المفروض كل ستيب بقى منهم انا عايز اعرف انا هنفذها ازاي بالظبط، ايه هي الميثودولوجي اللي انا هعمل بيها الستيب دي. ممكن نسال بعضنا عده اسئله، هو وير وين اند هاو. تمام؟ وات، انا هسال نفسي مين الشخص اللي ممكن يساعدني في الموضوع ده، يعني وبناء عليه هو هيوفر معايا وقت كتير جدا في الفكر بتاعي وتحديد الخطوه بتاعتي اللي جايه. وات، وهو هيقول لك انت تعمل ايه بالظبط، ويقول لك وين، هيقول لك امتى وازاي وفين وهتعملها في اي وقت والكلام ده كله. تمام؟ وير، هتعمل الخطوه دي ازاي وهتعملها فين. محتاج اللي انت بقى تعمل الامبلمنتيشن والاكشن بلان بتاعك، محتاج تعمل خطه تنفيذيه، والخطه التنفيذيه دي هتشوف هتمشي عليها وهتنفذها ازاي. للاسف احنا كتير جدا بنبتدي بالمرحله دي، بنبتدي بالجدول الزمني اللي هو انا قلته لكم في الاول ده، اللي انت جدول المذاكره، الجدول العجيب اللي انت حطيته بناء على لا منطق الا اللي انت عندك وقت انت مزنوق فيه فانت محتاج تشتغل فيه. لكن لو انت محدد كل الخطوات اللي قبل كده ومحدد انت هتذاكر ايه وهتذاكره امتى وهتذاكره ازاي وهتذاكره باي طريقه، هيبقى سهل عليك جدا ان انت تحط جدول زمني منطقي. ومحتاج وانا بحط الجدول الزمني ده ابقى حاطط في بالي عده اعتبارات، ايه هي الحاجه الضروريه الملحه عليا ومزنوق فيها في الوقت، وفي نفس الوقت دي مهمه، انت عندك امتحان بعد بكره فانت مفيش اي حاجه في حياتك مهمه غير الامتحان ده اللي بعد بكره. ولا فيسبوك بقى ولا انستجرام ولا مين ما اعرفش بيبعت لك رساله على الواتساب ولا الشغل اللي احنا بنعمله ده كله. يجي بقى عندنا بقى الحاجتين التانيين اللي هو حاجه ضروريه جدا وملحه عندي في الوقت لكن هي مش مهمه. واحد صاحبك بيكلمك انا خارج والله بالليل هروح اقعد على القهوه، هي بس انا دلوقتي لا اما تقابلني دلوقتي لا اما ما تجيش. هي دلوقتي انت مزنوق فيها في الوقت لكن هي حاجه مش مهمه، انت ممكن طب ما تعالى نروح نعمل حاجه ثانيه ولا نعمل حاجه مفيده ولا نتطوع في المكان ده ولا نعمل حاجه نتعلمها في الوقت ده. تمام؟ ففي حاجات عندي ببقى مزنوق فيها في الوقت، ودي للاسف احنا برضو بنتزنق في الاشكاليه دي اللي احنا حاجات لازم تعملها دلوقتي لكن هي فعلا مش مهمه، وبتعطل الحاجات المهمه بتركنها عشان كده بتيجي في الاخر خالص وبتتزنق وبتضطر تعملها في وقت مزنوق. واخر بقى حاجه عندنا اللي هي الحاجه اللي ولا هي مهمه ولا انت مزنوق فيها في الوقت، ودي اللي احنا بنقضي فيها وقتنا كله، اللي انت على طول سكرول كده على الفيسبوك
او على انستجرام او على يوتيوب، تطلع من فيديو تخش في فيديو تلاقي نفسك مثلا ايه 4-5 ساعات انت ضيعتهم في الوباء ولا اي حاجه، ما استفدتش منهم اي حاجه. الحاجه الوحيده اللي ما بتتعوضش هي الوقت. لو الدقيقه اللي بتعدي عليك ما بتحرككش لقدام يبقى انت كده تاكد ان هي بتحركك لورا، لان انت بتعوم عكس التيار. الوقت ده هو التيار، تمام؟ والحاجه اللي انت عايز توصلها هي عكس التيار بالظبط. فانت طول ما انت عمال بتتحرك وبتعوم طول ما انت هتوصل لهدفك. اول ما بتقف بتبتدي الموجه ترجعك لورا. اي حاجه في الدنيا بتتعوض الا الوقت، فما ضيعهوش في الكلام الفارغ. فمهم جدا الهدف اللي في بالي ده اختبره، اجرب منه، انزل اروح احضره، اسال فلان، اروح من الله انا عايز اخش الكليه الفلانيه، طب ما اروح كده احضر معاهم سيشن كده واشوف هم بيعملوا ايه، اعد كده في يوم على المحاضره اعرف الناس دي بتدرس ايه وبتعمل ايه. وبعد ما تمشي على الخطه دي ما وعدكش اللي انت ممكن تحقق بيها كل اهدافك، ما وعدكش اللي هي تبقى انجح حاجه في الدنيا. ها، والحاجه اللي اوعدك بيها واللي انا امريت بيها وناس كتير جدا مروا بيها، اللي انت وارد جدا ان انت تفشل. الحياه صعبه، تمام؟ الحياه مش سهله، فيها حاجات كتير جميله وفيها حاجات كتير وحشه، بس هي التحدي الاكبر اللي انت مش اللي انت تبقى قوي وتتغلب وتتلاشى كل المشاكل، لا، انت ازاي لما تحصل لك مشكله وتوقعك على وشك تقوم تاني. ما تستغناش عن حلمك، ما تستغناش عن هدفك، بص قدام وتحرك ناحيته، ومهما حصل في الدنيا مفيش اي حاجة هتمنعك عن الهدف ده. ليه؟ لان انت عندك حريقة كده من جواك هي اللي بتحركك. انت مش مستني باباك او مامتك او عيلتك او الدولة او whoever هو اللي هيقولك تعمل ايه وما تعملش ايه. انت عندك البيرسونال انر درايف اللي عندك ده هو اللي بيحركك لقدام. ما تستغناش ابدا عن هدفك، اؤمن بيه وتحرك ليه وان شاء الله هتوصله، ودي حاجة انا بوعدك بيها. شكرا ليك.